السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. ملايين اليمنيين المغتربين في دول المهجر تركوا وطنهم للبحث عن الرزق، ومنهم من هاجر لطلب العلم. كانت أوضاعهم قبل 3 أعوام جيدة إلى حد ما، حتى انقلبت ميليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة وأشعلت الحرب في البلاد. انعكست الحرب على المواطنين في الداخل، ولم تستثن اليمنيين المغتربين في دول العالم، فغياب الدولة أدى إلى ضعف دور سفاراتها في هذه الدول، الأمر الذي ضاعف من الصعوبات والتعقيدات على المغترب اليمني في دول المهجر. في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة نناقش الصعوبات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في دول العالم، وما دور السفارات والجاليات في تخفيف هذه الصعوبات. نستقبل اتصالاتكم بعد أن نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. 3 أعوام والمنافي تضيق بهم يوما بعد آخر، من دول الخليج وعلى رأسها السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أوروبا والعديد من الدول في مختلف القارات. لم يعد حال المغترب اليمني كالسابق، فقد زادت غربته مرارة مع تدهور حكومته في ظل انقلاب الميليشيا على الدولة، الأمر الذي أدى إلى غياب دور السفارات اليمنية في دول العالم بشكل كامل. زادت التعقيدات والتشديدات على المغترب اليمني في دول المهجر، وتوالت القرارات من قبل دول الاغتراب التي شددت الخناق عليهم، خاصة السعودية التي تمثل الوجهة الأهم لأغلب المغتربين اليمنيين، حيث أصبح البقاء فيها أكثر كلفة من بقية دول العالم. 3 أعوام والمغتربون يقفون في منافيهم في انتظار الحكومة علها تحرك ساكنا من أجل تصحيح أوضاعهم والعمل على تحسينها، لكن اهتمام الحكومة أطال الغياب كعادته، أمر دفع بالجاليات اليمنية في دول العالم للتحرك من أجل الضغط عليها لمتابعة أوضاعهم وشؤونهم. فقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية بيانا تطالب فيه الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المغتربين. البيان دعا لخروج مظاهرات واعتصامات للمطالبة بإقالة المسؤولين المقصرين في ملف المغتربين، كما طالب دول التحالف بفتح فرص العمل لليمنيين ومعاملتهم معاملة استثنائية لظروف الحرب. الملايين من المغتربين اليمنيين الموزعين على جسد الخريطة من أقصاها إلى أقصاها كانوا الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، ومع تدهور أوضاعهم وغياب اهتمام الحكومة بهم أصبح أهم رافد للاقتصاد على حافة الانهيار. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال الاتصالات. معنا متصل من ماليزيا بشرى العنسي. بشرى مرحبا بك. ألو مرحبا. أهلا بشرى، نناقش اليوم الصعوبات التي يواجهها المغتربون في الخارج، يعني أنت أحد المغتربين في ماليزيا، ما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني بشكل عام؟ في البداية السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا نبدأ بتقسيم فئات التي ينتمي لها المغترب اليمني. يوجد لدينا الطالب والمشردين من عوائل وغيره، ويوجد لدينا اللاجئين. طبعا لكل فئة من هذه الفئات جانب معين من المعاناة. نعم. ولنبتدئ أولا بالطلاب. من المعروف أن الطالب اليمني يحظى بفيزا طالب في ماليزيا، وبناء أنها فيزا الطالب فلا يسمح له بالعمل، وبناء على ذلك هنا يجد الطالب صعوبات في تدبير لقمة العيش، في تأمين حياته اليومية له، إذا كانت معه أسرة فالمعاناة هنا تزيد، من جانب السفارة، من جانب الملحقية، من جانب حكومتنا بشكل عام هناك تقصير في حق الطلاب وفي صرف مستحقاتهم. نعم. وهنا يزداد العبء عليهم، بينما يتوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة وللعلم وللعطاء وللبذل والجهد العلمي، ينشغل بأمور حياته ومعيشه، هذا جانب. نعم. الجانب الآخر العوائل المفردة في ماليزيا. نعم. ستقول للسفارة أو ستقول لأي جهة مسؤولة في ماليزيا عن اليمنيين أو الجالية اليمنية، ما شأننا في لقمة عيش؟ هل نستطيع أن نعيش أكثر من 30,000 عائلة يمنية؟ نحن لا نطالب بصرف مبالغ ولا أن تؤمن لهم معيشة أو غيره. نعم. على الأقل وأبسط حقوق المواطن اليمني
أنه حين يذهب إلى السفارة يجد رسوما معقولة. نعم. تذهب إلى السفارة لتأخذ ورقة بسيطة، معاملة بسيطة، يطلب منك مبلغ لا يستحق. مثل ماذا بشرى؟ يعني ما هي المبالغ التي تطلب وكم تقدر هذه المبالغ؟ مثلا توكيل محامي لوالد، أي صيغة من التوكيل. نعم. تطلب منك 100 رنجت. 100 رنجت هذه ما أقل تقريبا 25 دولارا بما يقارب هذا المبلغ. نعم. هل تستحق ورقتك هذه أن تأخذ بهذا المبلغ؟ وعلى افتراض أن هناك عوائل لا تستطيع أن تدفع هذا المبلغ، ممكن أذهب أنا إلى السفارة بينما أنا لا أمتلك أساسا رسوم المواصلات أو حق المواصلات إلى الذهاب إلى السفارة. نعم. طيب بشرى، بالنسبة للجوازات كم تقدر الكلفة التي يتم احتسابها على المواطن؟ حسب علمي أن الكلفة للجوازات تكلف ما يقارب 125 دولار. نعم. إذن المبلغ كبير إلى حد ما، لكن يعني كيف تقيمي دور السفارة يعني في ماليزيا كونك من المغتربين المتواجدين في ماليزيا؟ دور السفارة تقوم بدورها ولكن بشكل بطيء، هناك تقصير في جانب متابعة الموظفين، هناك ممارسات تمارس خارج السفارة في معاملات لبعض اليمنيين، هناك موظفون في السفارة يقومون بما لا يحق لهم خارج السفارة، هذه نقطة مهمة ويشتكي منها العديد. هناك عدم تعامل لائق مع بعض المواطنين اليمنيين، لا أعلم ما هي مشكلة الموظفين في هذا الجانب، لا أعلم هل هو إهمال من السفارة، هل هو عدم اطلاع. نعم. فهذا أيضا جانب مهم. تلقيت اليوم مكالمة من أحد المواطنات اليمنيات تشكي وتبكي من معاملة الموظفين، من طلب مبالغ منها خارج المستحق داخل السفارة لكي ينجزوا لها حق من حقوقها كمواطنة. نعم. إذن السفارة إذا لم تحمي المواطن اليمني في بلاد الغربة وفي المهجر، إلى أين يلجأ المواطن اليمني؟ هذا سؤال. إلى أين يذهب المواطن اليمني حين لا ينجد إنصافا في سفارته؟ نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا بشرى العنسي، متصل من ماليزيا. نستقبل اتصال آخر من هذا الاتصال من السعودية. عبد السلام، مرحبا بك عبد السلام. هلا حياك الله، كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب. أهلا بك عبد السلام. يعني نتحدث اليوم عن أوضاع المغتربين اليمنيين بشكل عام، يعني ما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني في بلاد الغربة؟ والله يا أخي احنا نعاني كثير مرة من السعودة هذه والتعنيف. والله ان احنا قاعدين في البيوت لا شغل ولا مشغالة، يعني نبغى حكومتنا تنظر إلينا في الحال اللي احنا فيه. اليوم تم ترحيل 6 باصات اليوم تم ترحيلها من الشميتي. نعم. طيب يعني مشكلتكم سيد عبد السلام يعني في السعودية هي مشكلة كبيرة يعني غير بقية الدول، لكن يعني إذا ما تحدثنا عن دور الجانب الحكومي، دور السفارة، كيف لمستم هذا الدور حيال قضيتكم في المملكة العربية السعودية؟ والله لا سفارة طارد وراك ولا حكومة ولا هم تعلم فيك ولا يعني المندوب يجي يعني يوقع على ترحيلك. انت عيالك هنا ماسكنك مثلا في سوق او ماسكنك في اي شيء، تقول له عيالي هنا ايش من عيالك من طلي، يتم ترحيلك وعيالك يكونوا هنا مرميين في البيت هناك، ما حد يسال عنهم، ما حد يدور وراهم، ما حد، ما في اي كلام، ما في اي حل. نعم. طيب عبد السلام، يعني برايك ما الدور الذي يتوجب على الجهات الرسميه، السفاره والحكومه، القيام به من اجل يعني التخفيف من المعاناه التي يتعرض لها المغتربون تحديدا في المملكه العربيه السعوديه، وايضا للتخفيف من المعاناه التي يمرون بها؟ والله يا اخي احنا نبغى حتى استثناء حتى لو يعني مؤقت، يعني استثناء حتى لو مؤقت، لان يعني حتى الحرب هذا اللي تقدر تروح مثلا بلادك على الاوضاع هذه ما تقدر تسافر، نبغى استثناء لو مؤقت سنه سنتين شهر شهرين على حد يعني على حسب الحرب اللي احنا فيه. احنا ندور استثناء ولا مؤقت بس. نعم، إذن وضحت الصوره. اشكرك عبد السلام. استقبل متصل اخر من بريطانيا، سينضم إلينا فيصل. فيصل مرحبا بك.
أهلا وسهلا فيك يا أستاذي. أهلا بك سيد فيصل. يعني نتحدث اليوم عن الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني في جميع البلدان، يعني مشاركتك حول هذا الموضوع. إذا ما تحدثنا عن الصعوبات والهموم ومشاكل المغتربين هي قديمة أصلا من قبل الأزمة، لكن ازدادت بسوء إدارة الأزمة أو سوء إدارة ملف المغتربين بشكل عام. نعم. مشاكل المغتربين وتهميش المغتربين هي موجودة من عشرات السنين، يعني نحن في بريطانيا واجهنا هذه المشاكل وما زال التهميش وما زال التقصير في مواضيع المغتربين ومعاملاتهم، وأكيد الأزمة الأخيرة أثرت على الوضع بشكل عام، وبسبب الوزارة المغتربين وإهمال في وزارة المغتربين ولا توجد استراتيجية معينة لدى الوزير أو الإدارة تبع وزارة المغتربين، وهذا الإهمال وصل إلى درجة كبيرة جدا، وهم عاينين المغتربين في السعودية بسبب الإهمال وبسبب تراكم الملفات القديمة والجديدة، فلدرجة أنه وصلوا لمرحلة العجز في تقديم أي حلول للمغتربين. نعم. طيب فيصل، يعني على وجه الخصوص بريطانيا، المدينة التي أو الدولة التي تقيم بها، يعني ما هي أبرز الصعوبات يعني التحديات التي تواجهونها أنتم كمغتربين في هذا البلد؟ المشاكل مش كبيرة جدا بالنسبة لمشاكل السعودية والدول الأخرى، لكن مشاكلنا إحنا تخص المعاملة الخاصة بالمقيمين، باليمنيين، بالجوازات، بالرسوم، بأشياء كثيرة. يعني مثلا ندي لك مثلا سعر الجواز اليمني تقريبا ب 120 باوند، الجواز البريطاني سعره ب 60 أو 70 جنيه أو 60 باوند، يعني نعم. شوف الفرق الهائل في الجواز، وهذا جواز يمني وهذا جواز بريطاني. الأسعار مرتفعة جدا، أسعار المعاملات مرتفعة جدا، لكن أكيد بسبب الأزمة وبسبب المجهود الحربي والأشياء الأخرى رفعوا الأسعار هذه، لكن الإهمال هو قديم من ناحية المعاملات، من ناحية هو يعني السفارة البريطانية هي تابعة للحكومة الشرعية، يعني هنا يعني لا علاقة للمجهود الحربي، لكن يعني دعني أسألك عن دور السفارة تحديدا في بريطانيا، كيف تلمسون دور السفارة تجاه المغتربين في بريطانيا؟ السفارة بشكل عام بتحاول أن تقدم مجهود، لكن لا يوجد لديها القدرة على العمل بسبب الأزمة الأخيرة هذه. بيحاولوا يقدموا مجهود كبير، لكن صراحة لا توجد معهم أرضية مناسبة للعمل بسبب الأزمة بشكل عام، لكن تعاملهم طيب، جيد جدا مع معاملتهم وتعاملهم مع المغتربين، لكن ما في يدهم يعملوا أي حاجة، لأن معظم مشاكل المغتربين هي من الداخل، من الوزارات، من الخارجية، من وزارة المغتربين، من الداخلية، من الهجرة والجوازات. يعني أكثر مشاكل المغتربين تتعلق بهذه الأربع إدارات، وهذه الأربع إدارات متضاربة بينها البين، ما لا يريدون تحمل مسؤولية المغتربين بشكل عام. نعم. إذن أشكرك جزيلا فيصل، كنت معنا متصل من بريطانيا. مشاهدينا هناك عبر البث المباشر الخاص بالبرنامج هناك بعض التعليقات تصلنا. هنا تعليق نستعرضه لأحمد شوقي الأغبري. أحمد يقول يعني يعاني المغترب اليمني من نارين، نار البعد عن الأهل والوطن من أجل توفير لقمة العيش، ومن جهة ثانية المضايقات والملاحقة من قبل سلطات دول المهجر. كان الله بعون المغترب اليمني، فقد أصبح في يعني حالة يرثى لها. أما الحكومة، يقول دور الحكومة غائب تماما، فعلى الأقل الحكومة هي حكومة مغتربة بالأصل، فإذا لم تستطع تقديم شيء للمواطن اليمني داخل البلاد فالأحرى بها أن تنظر إلى حال المغتربين القريبين منها على الأقل. إذن مشاهدينا سنذهب الآن لاستعراض أيضا مجموعة من المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب حول هذا الموضوع، نستعرضها سويا. من أي دولة إلى الهند ستأتي رسالة من السفارة التي يتبعها هذا الشخص من الدولة نفسها، مرحبا بك في الهند، رقم القنصلية، رقم السفارة للتواصل معنا عند الإشكاليات. بينما نفتقر إلى هذه الأشياء ولا نجد أحد يسندنا في هذا المكان، وإن إذا حصلت إشكالية فيجب عليك التواصل وملاحقة من هنا إلى هنا إلى هنا. أول سؤال أسأله للسفارة، ماذا عن قضية الأخ موسى الوجيه ولماذا دفن؟ الأخ موسى الوجيه لا يخفاكم بأنه شخص تم قتله بظروف غامضة ولم نجد إجابة عن حالته أو التحقيقات النهائية له، وإنما دفن ودفنت قضيته معه.
أبرز الصعوبات التي تواجه المغترب اليمني هو التعامل السيء والغير مسؤول للسفارات التي لا يعنيها حال المغترب أو مشاكله، فعملها يقتصر على تجديد الجواز أو إصدار الجواز، وغالبا هذه الأمور تتم فيها أيضا سمسرة ورشاوة. هناك حالات قتل وسجن حدثت لبعض المغتربين ولم تتم متابعة هذه القضايا أو التحقيق فيها، ودور السفارة كان ضعيف جدا في هذه القضايا. بعض السفارات أيضا في كسفارة اليمن في باكستان وسفارة اليمن في روسيا استدعت الأمن لمواجهة الطلاب الذين كانوا يطالبون برواتبهم. وبالنسبة لوزارة المغتربين يكاد دورها يكون منعدم، وبالنسبة لموظفين السفارات أيضا ينظرون للمغترب كزبون وليس كمراجع أو مواطن يجب خدمته. إذن مشاهدينا نستمر في استقبال الاتصالات، سينضم إلينا متصل آخر سياف عمرو من باكستان. سيد سياف مرحبا بك. اهلا وسهلا بك اخي الكريم ومشاهدي قناه البيوس. اهلا بك سياف، يعني نتحدث اليوم عن الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني في دول المهجر، يعني لو تضعنا في ابرز او اهم الصعوبات التي يواجهها المغترب في المهجر. تحدث استمعت يعني البرنامج كم متصل قبلي او متصلين أما تناقشوا المشاكل، طبعا مشاكل المغتربين تختلف يعني على حسب فئات المغتربين، المغتربين منهم المغتربين الذين يبحثون عن فرص عمل أو المغتربين الذين نزحوا أو هاجروا فقط للبحث عن مكان آمن لهم ولذويهم، كذلك فئات المغتربين الذين تم إفادهم عن طريق الحكومة سواء كانوا طلاب أو باحثين أو ممن أرسلوا يعني كتأهيل وظيفي، والذي يفترض أن الحكومة الشرعية أو الحكومة هي المسؤولة عنهم من الألف إلى الياء، فجميعهم يواجهون مشاكل في الغالب هي مشاكل مختلفة، لكن توجد مجموعة صعوبات تكون متشابهة. على سبيل المثال مشكلة الجوازات بسبب أنه تجديد الجوازات أو قطع الجوازات موجود فقط في عدد من الدول ولا يتوفر في جميع البلدان. نعم. هذه مشكلة كبيرة، يعني نحن في باكستان لا يوجد عندنا على سبيل المثال في السفارة فرصة لتجديد الجواز أو قطع جواز جديد، فيضطر الطالب أو المغترب أنه يرسل جواز إلى بلد آخر أو عبر السفارة يعني أم يعني إجراء شخصي يقوم به؟ يفترض أن يكون عن طريق السفارة، لكن في سفارتنا في باكستان لا يستطيع المغترب أو الطالب أن يقدم على الجواز، أو فيضطر أنه يرسله يكون عند مثلا شخص آخر في ماليزيا أو في السعودية، فبيكون تكلفة الطاهرة يعني بتصل التكلفة إلى 300-400 دولار. نعم. أوه يعني مبلغ كبير كبير جدا، يعني 300-400 دولار مبلغ يعني خيالي في مقابل خدمة تجديد جواز. لكن يعني أنتم في باكستان تحديدا لو تضعنا في أبرز الصعوبات التي تواجهكم كمغتربين في هذا البلد. هذه مشكلة الجوازات هذه أحد المشاكل. المشكلة الأخرى أنه السفر، نحن في باكستان يعني من الصعوبة جدا أن المغترب أو الطالب يسافر إلى اليمن أو إلى بلد آخر. كوننا في باكستان هذه في حد ذاتها مشكلة، بنواجه مشاكل أمنية كثيرة سواء من الجانب الباكستاني أو من المطارات أو البلدان التي نذهب إليها. نعم. فمشكلة السفر وتذاكر السفر وكل هذه صعوبات كبيرة. إلى جانب الآن في السنة الأخيرة مشكلة الفيزا. نعم. مشكلة الفيزا في باكستان كانت تقدم للطالب أو المغترب لمدة سنة، الآن تم تقليصها إلى 6 أشهر. وليست هذه المشكلة، المشكلة الأكبر أن المراجعة والحصول على الفيزا تأخذ من 2 إلى 3 أشهر. نعم. يضطر الطالب أو المغترب أنه ينتظر يعني يضيع وقته بس في كيف يحصل على الفيزا. طيب يعني دور السفارة، إذا ما تحدثنا عن دور السفارة في باكستان، كيف هو الدور؟ في باكستان يوجد لدينا طاقم مكتمل من الدبلوماسيين اليمنيين والطاقم المحلي العاملين المحليين، لكن وقت المشكلة لا نجد أحد. تخيل أنه يعني تفتقر السفارة إلى الكادر المؤهل،
يعني عندنا موظفين في كل المكاتب، عندنا المسؤولين متوفرين، لكن عندما تأتي المشكلة البسيطة على سبيل المثال عندما يطلب الطالب رسالة أو مذكرة يطلب فقط ترجمة السفارة، يعني خصوصا لما تكون الرسالة للداخل يطلبوا ترجمتها، فتنظر يعني فترة كبيرة جدا حتى يترجموا لك الرسالة. نعم، إذن وضحت فكرتك سياف عامر، كنت معنا من باكستان. استقبل اتصال آخر من روسيا. سليم، سليم مرحبا بك. ألو، يا أهلا. مرحبا سليم، يعني اليوم نتحدث سليم عن أبرز الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني بشكل عام، ما هي مشاركتك حول الموضوع؟ نعم، في الحقيقة الغربة هي مشكلة بحد ذاتها، ولكن في الوضع الطبيعي كانت المشاكل تحل بسلاسة، لكن في وضع في كما الوضع الحالي باليمن في حالة الحرب، نعم، هناك كثير من المشاكل المتراكمة، مشاكل الفيزا، فيزا العبور، مشكلة الحصول على فيزا دول الاغتراب، مشكلة العرقلة التي تحصل للمغترب اليمني في المطارات، هناك كثير من الطلاب مثلا في روسيا يرجعوا من المطارات، مشاكل الأخيرة اللي حصلت، حالات وفاة، حالات مرض، مشكلة تأخر المستحقات على الطلاب المتكرر للأسف الشديد لأكثر من سنة، طلاب مدنيين وعسكريين. نعم، أيضا أين هو دور السفارة أمام هذا يعني كل ما ذكرت؟ حقيقة لم نعد نطلب من السفارة بحل كل المشاكل أو تحملها، صار للأسف يعني صار طلبنا من السفارة هو لا تعرقلنا أكثر أو لا تخترق لنا مشاكل أكثر. نعم. فمثلا صارت تتخذ إجراءات بإغلاق الأبواب في وجوهنا عندما نتجه للسفارة، صار مضايقات كثيرة في الوقت يعني في الآونة الأخيرة. نعم. طيب. أيضا في مشكلة طالبنا المتوفى، زميلنا المتوفى مؤخرا. نعم. للسفارة إلى حتى الآن تماطل ولا تهتم في كشف ملابسات الحادثة ومتابعتها، للأسف حتى أنها وصل بها الحد إلى الضغط على ذوي المرحوم بعمل توكيل بدفن الجثة واستلام الجثة ودفنها، وإلا ستدفن من قبل الجهات الروسية بطريقتها وفي فترة لا تتعدى أسبوع، وهذه ممارسات مرفوضة طبعا، ونناشد وزير الخارجية بالتدخل من خلالكم. يعني هناك إجراء لتمييع قضية هذا الطالب من السفارة ذاتها؟ أكيد أكيد، ليس فقط تمييع، السفارة تحاول دفن القضية منذ أول يوم. نحن صدمنا مؤخرا أنها وفي وثائق موجودة لدينا ولا نتحرج من نشرها طبعا، أنها تطلب من أسرة المرحوم عبر وزارة الخارجية في صنعاء عمل توكيل باستلام الجثة ودفنها، وإلا الروس يعني بطقوسهم المسيحية بهذه اللهجة. نعم. سيقومون بدفنها في مدة أقصاها أسبوع. أها، إذن تمام، بس يعني هنا يعني قبل أن نودعك لدينا سؤال، يعني ما الدور الذي تأملوه أنتم كمغتربين في روسيا من السفارة اليمنية وأيضا من الحكومة؟ حقيقة أن يقوموا بواجبهم على ليس على أكمل وجه، أن يقوموا بواجبهم المعتاد اللي كنا متعودين عليه. نحن المغتربين اليمنيين بشكل عام بالعالم يقومون بحل مشاكل بأنفسهم، ولكن في كل دول الاغتراب هناك الجانب الرسمي لابد من حضوره كوثائق رسمية، كرسائل، كخطابات، وهذا ما نطلب منهم فقط، لم يعد لدينا تلك الطلبات الصعبة. نعم، إذن وضحت. نعم. فكرتك سليم، كنت معنا من روسيا، شكرا لك. سنستقبل اتصال آخر من مقبول أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم. سيد مقبول مرحبا بك. حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بك، يعني كونك جهة يعني تمثل يعني المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، نتساءل هنا، أنتم أصدرتم بيان للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية في دول العالم، يعني ما هي أبرز النقاط التي طالبتم بها الحكومة الشرعية بتنفيذها، وما هي الخطوات التي قد تتخذونها في حال يعني لم يتم التجاوب مع المطالب؟
شكرا جزيلا أخي الكريم، شكرا لك ولقناة بلقيس على إثارة مثل هذه الموضوعات المهمة جدا بالنسبة لنا كمغتربين، بالنسبة للمجلس العالي الجالية اليمنية حول العالم، بالنسبة لأهلنا في الداخل. نحن في الحقيقة نكرر دائما ونقول أن المغتربون ثروة، أن المغتربين ثروة كبيرة مهدرة، سواء من ناحية الثروة، سواء من ناحية أشخاصها الأكفاء يعني علميا وإداريا وماليا، لكن هذه الثروة للأسف الشديد مهدرة على مر تخيل يعني أحيانا لا يعرف هناك إحصاء من قبل الدولة للمغتربين اليمنيين في العالم، حتى الوزارات المهتمة أو المختصة بالمغتربين لا يوجد عندهم إحصاء شامل كامل للمغتربين. نعم. وهذه يعني من هنا بدأت يعني نقطة الإهمال. المغتربون فعلا يعانون في كثير من الدول، وعندما لا تكون هناك خلفهم يعني حكومات متتالية طبعا. نعم. نحن نقول ونؤكد أن الحكومات منذ السابق، وليست هذه الحكومة الجديدة يعني يعني جديدة عليها هذا السلوك الذي لا نستطيع إلا أن ننادي ونقول نريد من حكومتنا أن تهتم بهذا الجانب اهتمام كبير. تلاحظ، فمعنى أنه المجلس العالي الجالية اليمنية حول العالم حينما رأى كثير من الأزمات التي حلت بالمغتربين في كثير من الدول، وخاصة نحن نعيش في وضع استثنائي، لا نستطيع أن نقول للمغتربين أن بلادنا تستطيع أن تحتضنكم في هذا الوقت، وبالمقابل إهمال كبير من الجهات المعنية. نحن في الحقيقة نقول لهم نحن سنكون مكملين لكم، نحن لا نسلط سياطنا عليكم للجلد، وإنما هذه مقترحات وهذه تنبيهات وهذه نداءات نقولها للحكومة، نقولها للوزارات المختصة، للسفارات، أن المغتربين الآن يعانون معاناة كبيرة تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى خطوة حقيقية. ما هي الطرق أو الوسائل الحقيقية التي اتخذتها الحكومة في سبيل رفع معاناة المغتربين الموجودين؟ صحيح نحن نعاني من حرب، لكن أيضا المغتربون هؤلاء يعني جزء مهم جدا وكبير ومؤثر في بالمقابل يعني الظرف استثنائي كما ذكرت، ويعني حرب البلاد تعاني منها، لكن بالمقابل كان يفترض أن يكون هناك أيضا جهد استثنائي من قبل الجهات المعنية كالسفارات والحكومة. لكن يعني في حال تم عدم التجاوب مع المطالب التي طرحتموها، ما هي خطواتكم؟ نحن منظمات مجتمع مدني، ليس عندنا سياط أو سلطة أو قوة، وإنما عندنا النداء والصوت، عندنا إسداء الرأي والنصيحة لانطلاقا من حبنا لبلادنا وشعبنا وحكومتنا وشرعيتنا. هذه الانطلاقة تحتم، هذه المسؤولية تحتم علينا أن نطرق الأبواب دائما، وأن ننبه وأن ننادي الإخوة المسؤولين جميعهم بأن الموضوع موضوع كارثة. نحن نعلم أو الكل يعلم أن القضايا، أي قضية تبدأ تحدي ثم أزمة ثم ثم يعني كارثة. نحن الآن في طور الكارثة، المغتربون الآن يعانون من كارثة حقيقية. كفى أن الكارثة الموجودة الآن في الداخل، يعني نريد تحرك جاد. أنا أعتقد أن المسؤولين لو أنهم تحركوا تحرك جاد تجاه الحكومات الموجودة فيها المغتربون، لا يعني لا أظن أن هناك دول ستمانع من إعطائهم فرص، إعطائهم استثناءات، إعطائهم نظرا لظروف الحرب. نحن لا يوجد عندنا غير أننا
نستمر بالنداء. نعم، لكن يعني سيد مقبول، يعني اسمح لي هنا، يعني هناك يعني تنافي قليل ما بين ما طرحته الآن والبيان. يعني النقطة الأولى في البيان كانت تحدد أنه في حال عدم الاستجابة هناك مظاهرات للجاليات للمطالبة بإقالة بعض الشخصيات الفاسدة أو كما ذكر في البيان. لا، نحن لا لم نهدد. كان الدقيق أننا نادينا المواطنين في الداخل، ولم ننادي ولم نقول أننا سنشعل المظاهرات وهذه تحدي. لا، نحن نادينا الإخوة المواطنين في الداخل أن هؤلاء المغتربون الذين كانوا يمدونكم بيد العون والمساعدة الآن أصبحوا في أزمة وفي كارثة حقيقية، ينبغي أن تخرجوا وتنادوا وتطالبوا معنا، تطالب الحكومة المظاهرات والاعتصامات وإقالة المسؤولين الفاسدين الذين يهملون أو يقصرون في أداء واجبهم نحو المغتربين. هذا يعني كان المقصد هو أبناء اليمن في الداخل وليس أبناء الجاليات في الخارج. في الخارج هناك دول تتيح للناس أو للمغتربين أن يخرجوا، دول أوروبا وأمريكا وبعض دول شرق آسيا. نعم، يمكن. وهذا يعني لابد أن عندنا خطوة أن ننسق مع الكيانات الموجودة في الجالية الأخرى لبحث هذه القضية، وكيف نستطيع أن نخرج إلى اتفاق محدد بنقاط محددة لآلية كيف نستطيع أن نمارس هذه الدعوات ونمارس الضغط إن صح التعبير. نعم، على حكومتنا أن تجعل من هذه القضية قضية. نعم، أولوية. لكن ما مدى التنسيق سيد مقبول بينكم كجاليات بين دولة وأخرى؟ لا، يعني الجاليات عندنا المجلس العالي للجالية اليمنية حول العالم منتخب في عام 2013 في صنعاء من الجاليات الموجودة التي حضرت من أمريكا وأوروبا والسعودية والخليج وشرق آسيا، وانتخب هذا المجلس ولم يعني جاءت الأزمة بعد ذلك ولم تتح للمجلس أن يعمل عملا كبيرا كما كان مخطط له حسب مشروع النظام الذي يعني عمله. نعم، لكن التنسيق الآن موجود يعني مع الكيانات الأخرى وهي كلها الآن تنادي. وقبل أسبوع أيضا كان هناك أيضا يعني كيان آخر يعني للمغتربين. نعم، الاتحاد العالمي للجاليات في وعمل ورشة عمل وندوات في جنيف، وستظل هذه الورش والندوات في كل مكان في أمريكا. نعم، في أوروبا. يعني لا نستطيع، طبعا هناك دول لا يسمح للجاليات أن تعمل يعني عملا يعني مثل هذه الأعمال الاعتصامات المظاهرات، لكن في الدول المتاحة ينبغي أن لا يتوقف المغتربون عن المطالبة بحقوق إخوانهم في كل مكان. نعم، إذا نقطة أخيرة هنا سيد مقبول، يعني يقول الكثير من المغتربون يقولوا أن دور الجاليات في اليمنية في بعض الدول يعتبر ضعيفا تجاه معاناتهم، يعني ما السبب في ذلك برأيك؟ يعني هناك دول لا تستطيع قيادة الجاليات فيها الخروج أو المطالبة بصريح العبارة، وإنما يظلون يمدون أيديهم ومطالباتهم للحكومة اليمنية، فلا تستطيع أن تقيس مدى قوة هذه المطالبات لأنهم لا يستطيعون إخراجها للإعلام كثيرا. هذه المشكلة في بعض الدول التي لا تسمح أنظمتها، ونحن لا نطالب. بس هناك يعني ملاحظ، يعني بعض الجاليات الأخرى لدول أخرى يعني في نفس البلد الذي تتحدث عنه تكون فاعلة نوعا ما مقارنة بالجالية اليمنية معطلة تماما في يعني مهامها. مثلا لو أعطيتني مثال يمكن أن أجيب لك إجابات محددة عن بلد معين أو كذا. نعم، يعني مثلا في تركيا مثلا على سبيل المثال. نعم، في تركيا على سبيل المثال. نعم، تركيا مسموح لهم بالخروج والعمل ويستطيعوا أن يخرجوا، لكن الجالية في تركيا هي جالية حديثة يعني جديدة وطارئة
ليست يعني لم تكن تركيا يعني مستهدفة من قبل اليمنيين كمغتربين يذهبون إلى هناك، وإنما الأزمة الأخيرة هي التي جعلت من وجود اليمنيين كمجموعة أو يعني أعداد كبيرة في هذا البلد، ولذلك هم وغيرهم الآن نناديهم، ويعني من خلال هذا البرنامج يناديهم أن يكون صوتهم عالٍ، أن يقدموا ما يجب تقديمه من صوت للمغتربين الموجودين سواء هناك أو في البلدان التي يتعرض لها المغتربون إلى شيء من مما لا نرجوه. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا. مقبول أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية. نستقبل اتصال آخر من الهند، صبري الزبيدي. صبري مرحبا بك. مرحبا أخي. أهلا سيد صبري، يعني نتحدث اليوم عن الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني في بلاد المهجر، يعني ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهونها؟ بالنسبة لأبرز المشكلات التي يواجهها المغترب اليمني سواء كطلاب أو مرضى، نتكلم عن الطلاب. وجود عندنا هنا في الهند عدم وجود التواصل الفعلي بين المواطن والسفارة، حيث أنها لا تقوم بالدور الذي يجب أن تقوم به على الشكل المطلوب. فرضا لا يوجد أي تواصل بين السفارة ومكتب الهجرة والجوازات لكل ولاية، حيث أنه يتطلب من الطالب تجديد الاكستنشن فيزا، أي الفيزا كل فترة دورية يجب عليه تجديد هذه الفيزا. لا يوجد أي دور للفيزا للسفارة للتواصل مع هذه الجهات الحكومية الهندية. يقومون بدورهم ولكن بالدور الخجول. أنا لا ألوم السفارة في ظل هذه الظروف، وإنما ألوم وزارة الخارجية التي هي بدورها ستجعل من السفارة لها حضور قوي من عدمه. أيضا هناك عدة مشاكل لا يمكن التطرق لها، ولكن مثلا سنذكر على سبيل المثال القضية التي أرقتنا هنا في الهند، قتل أخونا الأخ موسى الوجيه. تم قتل المواطن الطالب اليمني الأخ موسى الوجيه ودفنت قضيته بمجرد ما دفنت الجثة. لماذا؟ لم نصل إلى آخر التحقيقات، وحصلت حادثة أيضا من بعدها وتم تقييدها على أنها حادثة انتحار. طيب الحادثة الأولى، حادثة هذا الطالب، يعني كيف تعامل السفارة مع هذه القضية؟ السفير شخصيا يعني هل تابع هذه القضية وما الذي تم؟ والله يا عزيزي لنكون منصفين، السفارة والقنصلية تابعت ولكن بشكل خجول، يعني ما كانش الدور المطلوب منها الذي لازم تأدي بأنها أدته، لا كانت الدور خجول يعني نوعا ما. عندك عدة قضايا أخرى، عندك أيضا قضية الأخوة الذين رمى بهم البحر وهم صيادين، عبارة عن 3 صيادين تم احتجازهم بالهند لمدة 8 أشهر. نعم. ومجرد أنهم تعدوا الحدود الإقليمية لبلادنا ودخلوا المياه الإقليمية الهندية وتم احتجازهم لمدة 8 أشهر وتم إطلاقهم في الأسبوع المنفرم. نعم. صح كان في متابعات، لكن بالله عليك 8 أشهر يعني يحجز فيها مواطن يمني 3 أشخاص، الأخ أكرم عبد الله والأخ محمد بريكان والأخ سعيد عبده، وتم احتجازهم لمدة 8 أشهر بلا أي وجه داعي، يعني ليس عليهم أي تهمة وإنما رمى بهم البحر بسبب الأمواج. أين السفارة؟ أين دور السفارة؟ عندك قضية أخرى الآن، إذا انتهى جواز الطالب ويشتي يجدد حق الجواز بيعطوه ختم على الجواز فقط لا غير، هذا غير معتمد بالدول الأخرى، وإنما يطلبون منك لاصق إذا أردت السفر إلى أن تعود إلى اليمن. نعم. لأي ظرف كان فستضطر إلى أنك تقطع تذكرة من اليمنية لأن جوازك مجدد بختم، أما إذا أردت المرور عن طريق سلطنة عمان فإنه سيتم رفضك لأن جوازك عبارة عن ختم، وإذا طالب باللاصق الموجود عليه فإنهم يجيبونك بأننا لا نستطيع إعطائك اللاصق. نعم. إذا أردت السفر من مومباي إلى عدن فإنك ستضطر إلى دفع 48,000 روبية، أي ما يعادل 738 دولار، أي ما يعادل 370,000 ريال يمني لكي تعود إلى اليمن، أغلى طيران بالعالم. أين دور السفارة؟ نعم. أين دور الخارجية؟ تم احتكار السفر على اليمنية فقط لا غير،
هذا احتكار ظلم. إذن هي مشاكل مشتركة ما بين يعني كل البلدان، لكن لربما يعني في بلدان تكون هذه المشكلة حاصلة بشكل أكبر، وبالتحديد الهند كما تحدثت. أشكرك جزيلا السيد صبري الزبيدي، كنت معنا من الهند. يعني متصل آخر خالد محمد من السعودية. خالد مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بك. الموضوع مهم جدا وحساس، لا يتسع الوقت لمناقشة كل مشاكل المهاجرين اليمنيين في كل بقاع العالم. نعم. طبعا اليمن بلد طارد للعقول والمبدعين، تتعدد الهجرات التي يهاجرها الإنسان اليمني من اليمن لأي موطن آخر، وننوه هنا وبشكل كبير جدا على هجرة العقول اليمنية بسبب عدم تبني إبداعهم وتفوقهم. يأتي الشيء الآخر من الهجرة وهو هجرة رؤوس الأموال بسبب مضايقات يواجهها في الداخل وعدم وجود حماية للمستثمرين، ثم تأتي بعدها الهجرة. لكن سيد خالد، يعني أنت الهجرة للعقول وللمستثمرين وأيضا للمواطنين البسطاء من معاناة في الداخل أيضا هي نفس المعاناة يواجهونها في الخارج، يعني ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهونها في المملكة؟ سنأتي إلى ذلك. طبعا تبدأ معاناة المهاجر بعدم وجود جهات حكومية تستقبل هذا المهاجر في أي مكان في العالم يذهب إليه، عدم وجود المرشد الحكومي الذي يستقبل اليمني الواصل لأي مطار. طبعا الكثير من اليمنيين يوصلون لمطارات دول أخرى لا يعرفون كيف يتصرفون، يتعرضون لعمليات ابتزاز وعمليات سرقة، ناهيك عن الزق بهم في السجون لجهلهم لقوانين البلدان الواصلة إليها. طبعا المهاجر بحاجة للسكن، بحاجة للمواصلات، بحاجة لإنجاز عمله في فترة قصيرة جدا. هناك قصور كبير جدا تتحمله القنصليات اليمنية وكذلك الجاليات، دورها غائب تماما، لا تقوم بمهامها. اليمني بحاجة لمن يرشده ويوجهه ويسهل له كل الصعوبات والعقبات في المهجر. طبعا القنصليات اليمنية وكذلك الجاليات لا تقوم بدورها في خدمة المواطن اليمني. طبعا يا عزيزي، الجاليات لا تعرف كم معانا مواطن يمني في الخارج، وكذلك القنصليات. الجاليات والقنصليات في بلاد المهجر، طبعا الجاليات والقنصليات اليمنية بالذات، نعم، أصبحت تمارس دور الابتزاز للمهاجر اليمني، وكذلك يعتبر مصدر استرزاق لها. القنصليات والجاليات بدل من أن تكون عون وسند للمهاجر تصبح عبء ثقيل وحمل ثقيل على كاهل هذا المواطن. وهذه هي مشكلة يشكو منها الكثير من المغتربين في معظم الدول. أشكرك خالد محمد، كنت معنا من السعودية. مشاهدينا، تبقت فقرة المشاركات حول الموضوع التي وصلتنا عبر فيسبوك، نستعرضها سويا. معنا أول تعليق، أكرم الحساني. أكرم يقول: أبرز الصعوبات التي يواجهها المغترب اليمني زيادة الرسوم المفروضة عليه، وخاصة هنا في المملكة العربية السعودية. يتحدث عن المملكة هنا. عدم استطاعة أيضا غالبية المغتربين، إن لم نقل جميعهم، على دفع الرسوم. يتحدث عن الرسوم التي وضعت من قبل الجهات السعودية. هنا توفيق الشرعبي يقول: كانوا يعانوا أول، يعني يقصد أنه من قبل كانوا يعانوا، أما الآن لا أعرف ماذا يقصد توفيق. لكن يقول: أمورهم تمام، والحكومة بدأت بمعالجة أوضاعهم، وتصدر لهم قرارات وكلاء وزارات بشكل متواصل. طبعا توفيق يبدو أنه يضع تعليق حول القرارات الأخيرة التي صدرت بوكلاء في وزارة الشباب والرياضة. أدهم باسويدان يقول: صعوبات مثل القرارات التي يتم تطبيقها على المغتربين مثل الرسوم وملحقاتها كافة دون استثناء للمغترب اليمني، مع الظروف الراهنة في بلده الأصلي وبلده الآخر المغترب فيها حتى بحق الجواز. كنا نتمنى أن يكون دور الحكومة جهد بقضية المغترب اليمني بمحاولة استثنائهم حتى لفترة مؤقتة إلى انتهاء الحرب، لكن لا حياة لمن تنادي، قد سبقتهم حكومات أخس منهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على ما كتبه الله لنا.
إذن مشاهدينا هذا التعليق آخر التعليقات حول التي وصلتنا عبر صفحة البرنامج في فيسبوك. بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من برنامج المنصة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عمر النهمي، وهي أيضا التحية من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.